واحدة من الشغلات هلا عم بشتغل عليها، عم بطور بقشور الخضروات والفواكه بطرق جديدة لنقدر نستعمل منها مادة تكون صديقة للبيئة، والمادة هاي نقدر نعمل منها لكجوريس براندز، يعني نقدر نعمل منها شغلات تكون فخمة وتكون تصميمها مودرن. عم بشتري الأورنج من هنا، بناخد الجلد تبعه، وبالجلد هذا أنا ببلش أطور فيه بعدة مراحل، تقريبا بتقعد أسبوعين لحد ما أطور المادة اللي هي بتصير تقدر تستحمل إنه نشتغل فيها بالطريقة هاي. بعديها بأخدها لإشي اسمه ديجيتال فابريكيشن. ديجيتال فابريكيشن منشوف الديزاين اللي بدنا إياه، منقصه على الليزر، منطور المادة نفسها، منعطيها، منخليها فلات على أساس ما يكون فيها أي مشاكل بالسيرفيسينج. بس ان شاء الله بعد 30 40 سنه نصير احنا نتعامل مع الويست كبشريه بطريقه كثير غير وبطريقه كثير احسن، اللي نقدر نطلع منه منتجات كثير مهمه، ونقدر كمان نكون لطيفين الطف على البيئه والطف على الكره الارضيه، يعني من ناحيه الدمج الامن.